ودلوقتي جه ميعاد الفيسبوك، واول حاجه معانا من الفيسبوك مع المخرج محمد سامي اللي نزل صوره من كواليس تصوير فيلم تامر حسني الجديد اللي طبعا بتشاركوا فيه في البطوله دره، هو فيلم تصبح على خير. الشركة المنتجة للفيلم أحمد عيد الجديد ياباني أصلي نزلوا البوستر الدعائي الأخير للفيلم. كمان الشركة المنتجة لفيلم كابتن أنوش من بطولة بيومي فؤاد نزلوا البوستر الدعائي للفيلم.